قال المؤلف رحمه الله. من لام فعل اسمن أتى الواو بدل، يا إن كتق وغالبا جاز البدل، بالعكس جاء لام فعل وصفا، وكون قصوى نادرا لا يخفى. قال إذا اعتلت لام فعل، فإن كانت واوا سلمت في الاسم كدعوى وفي الصفة كنشوى، وإن كانت ياء سلمت في الصفة كخزياء وصديا، ياء كما هي، وعلت واو في الاسم كتقوى وبقوى وعوى، منزلة من منازل القمر، عوى بقوى شروى مثل الشروال مثل. فما قوله من لام فعل اسما أتى الواو بدل ياء، رأي ابن مالك كتقوى غالبا جاز البدل، احتاز بقوله غالبا سمع من كلام ريا، قالوا لست بحاجة إلى أن تستثنيها، ريا في الأصل صفة صحت لأنها صفة لا فرق بينها وبين خزياء، قالوا رائحة الريا ثم صارت اسما فبقيت كما هي. وقولك طغيا، طغيا ولد البقرة، قال سمع كان يقال فيه طغيا، فتحوا الطاء وأبقوا اللفظ كما هو، الياء كما هي، طغيا ليست من هذا الباب، ليست من باب فعلا بل هي من باب فعلا. وسمع من كلام سعيا، سعيا قالوا هو أصل علم، قد يكون منقول من صفة، واضح؟ هو استثنى لهذه الكلمات الثلاثة، وهو قوله غالبا من لام فعل اسما أتى الواو بدل، يا إنك تقوى غالبا جاز البدل، واضح؟ بالعكس جاء لام فعل وصفا، بالعكس جاء، بالعكس لأن الواو تعل ياء، وقال في الوصف لا في الاسم، وتوضيح ذلك فعل إذا اعتلت لامها، فإن كانت ياء، فإن كانت ياء سلمت في الاسم كفتيا وفي الصفة كقصيا، ليست أنثى الأقصى قصيا، وإن كانت واوا سلمت في الاسم كقول غيلان أدارا بحزوى هجت للعين عبرة، فماء الهوى يرفض أو يترقرق، قال حزوى. وإن كانت صفة وعلت ياء كعليا ودنيا وشذ قصيا، وإن كانت فصيحة استعمالا، إذ أنتم بالعزوة الدنيا وهم بالعزوة القصوى والركب أسفل منكم، أنا أقول وكون القصوى نادرا لا يخفى. يسكن السابق من واو ويا واتصل ومن عروض عالية، هذا موضع تقلب فيه الواو ياء يعني. والفصل أقرأه لك، قال إن يسكن السابق من واو ويا واتصل ومن عروض عالية، فياء الواو اقلبن مضغما، وشذ معطى غير ما قد رسم، من واو أو ياء بتحريك أصل، أصيحة من واو أو ياء بتحريك أصل، ألف نبدل بعد فتح متصل، إن حرك التالي وإن سكين كف، إعلال غير اللام وهي لا يكف، إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف، وصح عين فعل وفعل ذا فعل كأغيد وأحول، وهي بنت فاعل من افتعل، والعين واو سلمت ولن تعل، وإن لحرفين إذا الإعلال استحق، صحيح أول وعكس قد يحق، وعين ما أخيره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلم، وبقل بقل وقبل بقل ميما النون إذا كان مسكنا كمنبتا بلا. رحمه الله. هذا موضع تقلب فيه الواو ياء، وهي أن تجتمع هي والياء في كلمة، والسابق منهما ساكن متأصل
ذاتا أو سكونا أو يجتمع فيما هو كالكلمة الواحدة كمسلمية، إذا أضفت مسلمون إلى نفسك تقول مسلمية، الأصل مسلموية مسلموية، أصل مسلمون لي، حدثت اللام للإضافة وحدثت النون للإضافة صارت مسلموية، اجتمعت الواو والياء في كلمة سبقت إحداهما بالسكون تقلب الواو والياء ومتلقى الياء فيها تستطيل مسلمية، ثم تعيد الضم كسر لتصح الياء، هذا ما هو الكلمة الواحدة. أنا أقوله مثال ما تقدمت فيه الياء سيد وميت، أصله سيد وميت، قلبت الواو ياء وضمت الياء في الياء سيد وميت. ومثال ما تقدمت فيه الواو طي ولي، مصدر طوى ولوى، تقول طي ولي. فإن كانتا في كلمتين كانتا في كلمتين لا تبدل الواو ياء. مثال ذلك يدعو يزيد ويمشي واصل. وكذلك لو اجتمعتا في الكلمة وكان بينهما فاصل نحو زيتون تصير بينهما، أو كان السابق منهما متحركا نحو طويل غيور، أو كان السابق منهما غير أصلي غير متأصل ذاتا نحو رؤية رؤية، قال بعضهم رؤية أبدل الهمزة واو، الواو هنا ليست متأصلة ذاتا. وكذلك نحو بويع، الواو ليست متأصلة بدل من الألف بايع. وكذلك ديوان ديوان، الياء ليست متأصلة هي بدل من واو، الأصل ديوان ديوان، فقالوا ديوان ليست متأصلة. كذلك إذا كان السابق منهما إذا كان السابق منها إذا كان السكون هو غير أصلي، إذا كان السكون نحو قوية بنو تميم فاعلة يجعلون عينها ساكنة، يقولون في علم علم وفي كتف كتف، إذا قالوا قوية يقولون قوية قوية، لعلها ليس من ذلك، لعلها قالوا قوية قوية، السكون هو غير أصلي لا إبدال في هذا كله. أنا قوله إن يسكن السابق من واو ويا واتصل ومن عروض عارية، عروض الذات أو السكون، فياء الواو اقلبن مضغما أو مضغما، أقلب الواو لماذا؟ لماذا؟ قالوا لا يوجد في عربية فعل، العرب تكره الانتقال من كسرة إلى ضمة، فإن كانت السابقة الياء والمتأخر واو كأنك انتقلت من كسرتين إلى ضمتين وهذا أثقل، وإن كان المتقدم واو والمتأخر ياء يعني انتقلت من ضمة إلى كسرة. وقال ابن مالك وفعل أهمل والعكس يقل وهو فعل قليل وهو ثقيل، واضح؟ ولذلك لماذا قلبوا الواو ياء يعني ولم يعكسوا؟ قالوا إنما قلبوا لغرض الإضغام، والإضغام في الياء أسهل لأنها من حروف الفم وهي كثيرة جدا، والواو من حروف الشفتين وهي قليلة، فالإضغام في الأكثر أسهل، واضح؟ هذا تعليم يفيد جدا للطالب ويثبت المعلومة. ترك الشرط رحمه الله تعالى وهو لا يكون اجتماعهما، بشرط أن لا يكون اجتماعهما ناجما عن تصغير مفرد محرك الواو يجمع جمع تكسير على مفاعل نحو أسود، لو صغرته تقول أسيود كما تقول في تكسيره أساود، التكسير والتصغير من واد واحد كما قال السيبويه. وكذلك جدول تقول جديول كما تقول جداول، أما أسود وهو صفة لا يجوز فيه أن تقول أسيد لأنه لا يكسر على أساود، يكسر على أساود أسود الاسم أما الوصف لا، والله فإن كان ساكن الواوي ساكن الواوي فإنه يضغم، تقول في تصغير عجوز عجوز وهوها ساكن تقول عجيز، والله هذا شرط تركه ابن مالك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وشذ معطى الشذوذ ثلاثة أنواع،
قسم أعل ولا يستحق العلاء كقولهم روية وقيل وقرئ يا أهل إن كنتم للرؤيا تعبرون إن كنتم للرؤيا تعبرون الواو 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 عارضة الذات وهي مثل الرؤيا 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 خففت جاءت واو ثم ضفت واو فيها هذا الواو عارضة الذات والأصل لا تفهم تقول رؤيا وقسم استحق الإعلال ولم يعل كقولهم ضيوا وكقول العرب يوم أيوم شديد وكقول رجاء بن حيوة كلها تستحق الإعلال ولم تعل وقسم وقسم وعل بقلب الياء واو وهو أغربها وعل بقلب الياء واو كقولهم عوى الكلب عوة انتهت قال الإعلال عيوة كذلك شاذ استحق الإعلال ولم يعل مثلت لما استحق الإعلال ولم يعل بقوله أيوم وحيوة هذه منها أيضا وشد مأطر غير ما قد سنتين منه هذا موضع مهم في العربية وكثير جدا وهو قلب الواو ألفا وقلب الياء ألفا وذلك بعشرة شروط مهمة قال من واو أو ياء بتحريك أصل ألف نبدل بعد فتح متصل إن حرك التالي وإن سكين كف على غير اللام إلى آخره قال تبدل الواو ألفا وكذلك الياء إن تحركتا ولذلك الشرط الأول أن تتحركا ولذلك صحتا في البيع والقول وأن يكون ما قبلهما مفتوحا فإن كان مكسورا نحو عوض أو مضمون كالسور لا 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 إبدال وأن تكون حركته أصلية فتحته أصلية تكون تكون حركتهما أصلية أن يكون محركين حركة أصلية لا إبدال في نحو جيل وتوأم صور جيل وتوأم خففا بالتحريك حركة غير أصلية واشتروا الضلالة تنسوا الفضل حركة غير أصلية وكذلك لا إبدال إذا كان الفتح قبلهما من كلمة أخرى مثل إن يزيد وعد الفتح قبلهما ولا فرق بين يكون الانفصال بينهما في كلمتين أو في كلمة واحدة نحو عاون وعاين لا إبدال بينهما والحظ إذن الشرط الأول من واو بتحريك أصل بعد فتح متصل أربعة إن حرك التالي إذا كانتا في موضع العين يجب أن يكون ما بعدهما متحركا وإن كانتا في موضع اللام يجب أن لا يكون بعدهما ألف ولا ياء مشددة فلا إعلال في نحوي طويل غيور بعدهما ساكن فتح ما قبلهما وتحركتا ولكن بعدهما ساكن خورنق هما موضع العين خورنق وكذلك لا إعلال في نحو دعوى ورميا وعصوان وفتيان ومثلهما في ذلك نون التوكيد فقل لتسعين لأن نون التوكيد لم يذكره لا حاجة لذكره المعلوم أن نون التوكيد لا بد أن يستقامك لم يذكره وأعلت في نحو باب باب لأن ما بعدها محرك وناب ما بعد الياء محرك وعصى وقعت في موضع اللام وليست بعدها ياء مشددة ولا ألف وكذلك أعلت في نحو فتى ورمى ودعا ليس بعدهما ألف ولا ياء مشددة وصحتا في نحو علوي وفتوي لأن بعدهما ياء مشددة لماذا هذا؟ يقول ترى ما ياء لا ينزل الإعلال لأنك لو عللت الياء الأولى فقلبتها ألفا التقى ألفا يحذف الأول فتصير رماء بلفظ مفرد وبلطر والله دعوى لو عللت الواو
قلتها ألفا وبعدها ألف بسبعة ألفان سوى الحرف الأولى تصير دعاء هي لمثنى وجعلتها لمفرد واضح؟ وكذلك في نحو علوي وفتوي لو قلبت الواو ألفا فإنك سوف تقلبها مرة أخرى واوا لأن الألف المتأخرة تقلب واوا لأجل النسب فإنشاء الدور واضح؟ ما أقول ما أقول بعد فتح بعد فتح المثنى حرك التالي إذا كانت في مضي العين وإن سكن كف إعلال غير اللام وهي العين وهي غير اللام لا يكف إعلالها بساكن إلا إذا كان ألفا أو ياء للتشديد وفيها قد ألف لاحظوا لاحظوا يمحون تقول الزيدون يمحون أصلها يمحون يمحون وعدة الواو ألفا فالتقى الساكن مع الواو الأخرى قال يمحون حذفت أه واضح الله يفتح عليك يمحون تقول محى الكتابة يمحاه يمحاه على الفهاء يمحاه محى الكتاب يمحاه أصلها يمحى يمحوه لكن تحركت واو فتحها ما قبلها صارت يمحاه عندما أسندتها لواو الجماعة صارت يمحون الواو الأولى لام الكلمة والواو الثانية واو الجماعة أعللت الأولى لأنه سبقها مفتوح سبقتها فتحة فصارت يمحى هنا ثم حذفت تلقى يا ساكنة مع الباء بعدها أه. يمحون ماشي؟ ماشي هل نقول به؟ وإن سكن كف كلال غير الألف كلالها بساكن غير الألف وياء يعني التشديد فيها قد ألف كذلك اشترطوا أن لا يكون في موضع العين من فعل الذي الوصف منه أفعل ولا تكون في موضع العين من مصدره صحت في عورة وعور وحورة وحور وصيد وصيد لماذا؟ قالوا حملوها على ما هي بمعناه لأن عورة بمعنى عور وعور الواو فيها لا تستحق قبلها ساكن والعيوب والألوان المختص بأفعال حملت على ما هي بمعناه لأن عورة تعادل عور وصيد تعادل صيد وبيض تعادل بيض وسود تعادل سود فحملوا على ما هي معناه والذي هي معناه لا يستحق الإعلال لأن ما قبله ساكن وليس مفتوح واضح؟ واضح؟ واضح إذا هو مرة أخرى عورة عورة لا تستحق الإعلال الوافع عورة قبلها ساكن عورة بمعناها صحيح قبلها مفتوح وهي متحركة وفي كلمة واحدة استوفت كل الشروط ولكنها بمعنى ما لا يستحق الإعلال لأن ما قبله ساكن أو أكو ساكن أور الواو قبلها سكون لا تستحق الإعلال حملت عليها عور لأن معناها واضحة سويد حملت على سود بيض على بيض حور على 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 حور واضحة كذلك في مصدره المصدر 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 يختبئ حول الفعل صحت في الفعل صحت في المصدر واحترز بقوله وصح عين فاعل وأفعل وفعل لا أفعل فإن كان فعل ليس وصفه على أفعل فإنه يعل كخاف خاف أصلها خائف ولكن وصفها وصفها خائف خاف أصلها خائف ما الدليل على ذلك؟ لأنها بمعنى أمينة لأنها تقابل أمينة والشيء يحمل على ضده أمينة مكسرة العين فلتكون خافة مكسرة العين وكذلك الدليل الآخر أنك قلت فهي خاف فعيلة يفعل لماذا صحت لماذا علت العين في خافة لأن وصفها ليس أخوف وصفها خائف فرحة احتاج من قولي وصح عين فعل وأفعل لا أفعل فرحة كأغيد وأحول من حول وغيد الشرط لعله الثامن خاص بالواو وهي أن لا تكون الواو لا تكون الواو عينا في افتعل بمعنى تفاعل في افتعل فإنها تصح نحو اجتوروا ازدوجوا اجتوروا بمعنى تجاوجوا اجتوروا بمعنى تجاوروا ازدوجوا بمعنى تجاوجوا فإن كانت الواو افتعل ليس بمعنى تفاعل وعلة الواو ألفا اختان اختان واجتاز اختان بمعنى خانة
لما لا تخاون واجتاز واحترز بهم ما إذا كانت العين ياء فإنها تعد نحو ابتاعوا أي تبايعوا واستافوا تضاربوا بالسيوف وامتازوا امتازوا تمايزوا لا كلها تعد فيه العين لأنها ياء وافتعل وافتعل لا تصح فيها العين إذا كانت معناها تفاعل وكانت عين واو نقول وإن يبن تفاعل من افتعل والعين واو سلمت ولم تعل واضح الشرط لعله الثامن ثامن سوى إذا شرط ثامن أن لا يكون بعدها حرف يستحق الإعلال فإن كان بعدها حرف يستحق الإعلال صحت العرب لا توالي بين إعلالين مثال ما توالي في واوان الحواء أصول الحواء الواو الأولى تحركت وفتح ما قبلها الثانية تحركت وفتح ما قبلها والأواخر محل التغيير فلتعد الثانية وتصح الأولى فتقول الحواء ويصل الحواء تحركت الواو وفتح ما قبلها هو علة يصل الحواء ومثال ما استمعت في ياء الحياء أصول الحيي تقول فيه الحيي تحركت الياء وفتح ما قبلها كل من تصح قبلها فلتعد الثانية لأن الواو الأخيرة محل التغيير تقول الحياء وكذلك ما اجتمع في واو ويا الهوى اصل الهوى كل من الواو والياء تساق الى صحة الاولى وعلة الثانية الهوى واضح؟ قال وعكس قد يحق قالوا راية اصلها راية يا وآية اصلها آية يا وطاية اصلها طاية يا وثاية اصلها ثاية يا وعلة الاول وصحة الثانية قالوا سهل ذلك أن الثانية وإن كان بعد الأول لكن بعده شيء هو التاء وإن كانت التاء في تقدير الانفصال لكن على الأقل يوجد شيء بعده لم يكن آخرا في كل أظهر لماذا صحة الحيوان اختبار لماذا الحيوان صحة الياء والواو صحة الياء تقول أنا لا أستحق الإعلال بعدي واو في الطرف وهو أحق بالإعلال الواو قالت أنا من محل اللام واللام إذا وليها لا تعلم فسلمت تدافع شيخ يعني إذا كان اشترى ألف في محل يعني قبل الانفصال حيوان؟ ليس تقدير الانفصال لكن تثني ليس مذمم ممكن تعلم لنا التعليم يعني حاضر أقول الحيوان صحة الياء والواو تدافع الياء قالت المستحق الياء الواو لأنه المتأخر المتأخر أحق الياء والواو قالت أنا في موضع اللام والواو والياء إذا كانت في موضع اللام يكف إعلالهما الألف هو الياء المشدد صحة واضح ماذا قال ذلك وصح عين فعل وإن لحرفين الإعلال يستحق صحيح أول وعكس قد يعرف الشرط العاشر لعله وعين ما أخره قد زيد ما يخص اسمه واجب أن يسمع إذا كانت في موضع العين وكان في الكلمة زيادة تخص الأسماء صحتها نحو هيمان وجولان وسيلان وحيدا وصورا ماء حيدا حمار حيدا سريع قالوا لماذا الإعلال أصل في الأفعال فالاسم الذي باين الأفعال باين ما أصله الإعلال فصح وربما أعلوا قالوا في دار المصدر قالوا داران وفي دال يدول قالوا دالان وفي هام يهيم قالوا هامان وفي حال يحول قالوا حالان شاذ فما قوله وإن لحرف وعين ما أخيره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلم بقي عليه شرطان رحمه الله تعالى نذكرهما ألا تكون الياء أو الواو بدلا من حرف لا يعل كقول بعضهم في شجرة شيارة في الخليج يقول ريال بعض يقول قال إذا لم يكن في كن ظل ولا جن
فبعد كن الله من شيارات وقل أشهد ولا تقرب هذه الشيارات وقل أشهد ولا تقرب هذه الشيارات. قال أبو عمرو قال أبو قالوا كره أبو عمرو هذه القراءة وقال إنما يقرأ بها برابر مكة وسودانها الشيارة زائدة. لا لهم أناس سكنوا لهم بربر من سكنوا في سنة أبي عمرو أو عجم يقصد بربر العجم ليس فيها عيب ولا فيها شيء لكن اختلاط الألسن أو ضعف الألسن لا عيب في هذا مطلقا. أو تكون في موضع حرف لا يعل كما قلوبي يئس قالوا فيه أيس أيس وضع وقعت الياء في موضع حرف لا يعل وهو الهمزة الأولى أبدلت من حرف لا يعل وهذه وقعت في موضع حرف لا يعل واضح؟ أنا قوله ما قوله وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسمى ثم أعطاك فائدة أخرى لسنا الباب قال وقبل بقل من النون إذا كان مسكنا كمن بتبه إذا سكنت النون بعد الباء بينهما تنافر تباعد المخرج وغنة النون ورخاوتها تخالف شدة الباء فجيء بدلا من النون بالميم وهي مخرج الباء وتشبه النون في الغنة ولا فرق بين يكونا في كلمة واحدة أو يكونا منفصلين ومثل رحمه الله بقوله من بت المنفصلتين وانبذاء المتصلتين قالوا ربما أبدلت النون ميما ولم يكن بعدها باء قالوا في حنظل حمضل وهي ساكنة لكن ليس بعدها باء وقالوا وابدلوها ميم وهي محركة قال بعضهم يا هالو ذات المنطق التمتامي يا هالو ذات المنطق التمتامي وكفك المخضب البناني البناني وربما عكسوا قالوا أسود قاتل بدأ يقول أسود قاتل تبدل الميم من الواو في فم أصله فوه حذفت الهاء ثم قلبت الواو ميما فإذا أضفت الفم رجعت الواو تقول فوك وفيه وربما بقيت الميم بحالها كقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله مديح المسك والله أعلم.